يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقسم لهم في الغنيمة إذا كانوا جنودا لهم مرتبات، فهل لهم في ذلك شيء؟ هو الظاهر نعم، هو الظاهر أن الغنيمة أنها للمجاهدين ولو كان لهم مرتبات، ولو كان لهم مرتبات. إنما الذي ذكر العلماء بقوله تعالى في مصارف الزكاة وفي سبيل الله، قالوا في المجاهدين الذين ليس لهم ديوان، يعني ليس لهم مرتبات، فيعطون من الزكاة ويؤمن لهم السلاح والعتاد والنفقة من الزكاة. أما إذا كان لهم مرتبات فتكفيهم مرتباتهم ولا يعطون من الزكاة. نعم.